صباح الخير، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2. يلا نشوف التحديات اليومية ونبديها بموقع مدام نزار لهذا اليوم. فتحصلوا شمال ساندينيز اللي هو بهذا المكان بالضبط، هذه ساندينيز وهذا موقع مدام نزار لهذا اليوم. يلا نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول مطلوب عندكم تطبخون لحم الخنزير بالأعشاب. طبعا بالنسبة للخنازير فوين تحصلوها؟ تحصلوها بفالنتاين اللي هي بهذا المكان بالضبط. تقتلون الخنزير وتسلخوه راح يعطيكم لحم الخنزير، وبعديها تطبخوه بالأعشاب. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تصورون واحد من اللاعبين الأونلاين. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تسوون حركة اللي هي الترويض للكلب اللي موجود عندكم بالمخيم. التحدي الرابع مطلوب عندكم تدخلون على اي عصابة موجودة بالسيرفر. تروحون على العصابات وأي عصابة موجودة عندكم بالسيرفر تدخلون عليها راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الخامس مطلوب عندكم اللي هو توصلون درجة اللاوعي. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تستخدمون الايموجي اللي هي التحيات لواحد من البوتات. التحدي السابع والاخير مطلوب عندكم اللي هو تسوون حركة الايموجي لثلاثة من اللاعبين اونلاين.
أما تحديات الباونتي هانتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم أن تمسكون 3 باونتي هانتر وتربطوهم بحبل الرينفورست لاسو اللي هو حبل الباونتي هانتر. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو وقت ما تمسكون الباونتي هانتر تاخذون أغراض، مطلوب عندكم 3. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تلعبون 3 باونتي هانتر من مكان واحد، تروحون على اي بورد موجود باللعبة مثل عندكم هذا البورد تلعبون من عند 3 باونتي هانتر، راح يخلص عندكم هذا التحدي. اما تحديات التاجر، فالتحدي الاول مطلوب عندكم تتبرعون للتاجر ب 20 جثة خلال وقت لا يزيد عن 10 دقائق. التحدي الثاني مطلوب عندكم تبيعون بضاعتين تكون مسافة بعيدة. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تلعبون ريسبلاي ميشن، الريسبلاي ميشن تحصلوه وقت ما تكلمون التاجر. اما تحديات الكولكتر، فالتحدي الاول مطلوب عندكم اللي هو تجمعون 3 من الورد الامريكي البري. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تجمعون 3 من راس السهم. التحدي الثالث مطلوب عندكم تجمعون 5 من بيوض الطيور. اما تحديات المونشاين، فالتحدي الاول مطلوب عندكم اللي هو تصنعون بضاعة تكون سبيشال اللي يكون فيها منكهات. التحدي الثاني مطلوب عندكم تشربون من الموشاي مالتكم بعد ما تصنعون بضاعة سترونج. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تلعبون مونشاين ستوري ميشن، مونشاين ستوري ميشن تحصلوها وقت ما تكلمون السيدة الموجودة بالمونشاين. أما تحديات الطبيعة، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تاخذون 5 عينات من أي حيوانات موجودة باللعبة خلال وقت لا يزيد عن 10 دقائق. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تستخدمون الهارد تونيك وقت ما توصل الشخصية درجة الحرارة العالية أو البرودة العالية. طبعا حاليا باللعبة برودة عالية، فتقدرون تسوون تحدي وانتم مثلا بفالنتاين تلبسون ملابس الصيفية وتشربون الهارد تونيك، راح يخلص عندكم هذا التحدي. طبعا اذا ما عندكم الهارد تونيك فتروحون تشتروا من هارت. التحدي الثالث والأخير مطلوب من عندكم اللي هو تاخذون 2 عينات من الحيوانات الليجندري، تروحون على هارت وتلعبون المهام الليجندري للحيوانات الليجندرية وتاخذون العينات، راح يخلص عندكم هذا التحدي. إن شاء الله كنا فدتكم بهذا الفيديو، لا تنسوا من اللايك والاشتراك بالقناة إذا مشترك، وفعل الجرس وشاركوا الفيديو وكل أصدقائكم من عبر ردد. أشوفكم فيديو ثاني، سلام.